أهلا بكم في محاضرة جديدة من كورس التصميم باستخدام برنامج وورد. في هذه المحاضرة راح نتعلم كيفية تصميم بوستر لتي شيرت طبعا بمناسبة الكريسماس في رأس السنة. تابعونا. أهلا بكم من جديد. في البداية راح نذهب إلى برنامج وورد وطبعا نتأكد من القياس A4 من قائمة تخطيط ومن ثم الحجم ومن ثم طبعا A4. راح نضيف الصورة الخاصة بالتيشيرت من إدراج الصور، طبعا ممكن أننا نغير العرض حتى نشوف الصور. راح نضيف هذه الصورة بالبداية، مع العلم أنه جميع هذه الصور راح تكون مرفقة مع هذه المحاضرة، فنضغط على إدراج. جيد، الآن طبعا هذه الصورة ممكن أنه نكبرها بهذا الشكل، طبعا ممكن نضغط عليها كليك أيمن التفاف النص ونختار أمام النص، طبعا راح تكون بهذا المكان. جيد، الآن من قائمة إدراج أشكال راح نرسم دائرة، وطبعا هذه الدائرة يفضل أن تكون بنفس مقاس هذه الحلقة اللي باللون الجوزي، يعني ما تطلع زايد، وطبعا لتكون صغيرة بنفس المقاس هذا الشكل. طبعا الآن من تنسيق تعبئة الشكل صورة، نضغط على صورة العمل دون اتصال، طبعا راح نختار صورة هذا الطفل، راح تكون هي الصورة الخاصة بالبوستر. إذا لاحظ أن الصورة هي مضغوطة ومكبوسة لابد أن نحررها من الضغط. من تنسيق الصورة وطبعا نجي إلى اقتصاص هذا الجزء ونختار احتواء، نضغط على احتواء. جيد الآن، ولكن صغر حجمها، راح نكبرها بحيث تكون بنفس مقاس الدائرة، يعني تكون بهذه المنطقة. ممكن طبعا شوي نصغرها بهذا الشكل. جيد الآن طبعا راح نضغط كليك على صفحة. ممتاز، هذه الدائرة راح نضغط عليها كليك أيمن، وطبعا التفاف النص راح نخليها خلف النص، راح نخليها خلف النص حتى تكون خلف الصورة، الصورة الرئيسية. لا بأس انه بالاتجاهات انه نصغرها بهذا الشكل ممكن، وطبعا لا بأس انه نصغر حجمها، يعني لا بأس انه تصغر حجمها بهذا الشكل، تنزل شوية بهذه الطريقة. الآن من قائمة إدراج الصور راح نضيف هذه الصورة، وطبعا راح نضغط عليها كليك أيمن، طبعا لا ننتبه أن الكليك الأيمن يكون على الصورة، بما أن الصورة اختفت ما نقدر نحددها، راح نتراجع. طبعا نقدر احنا نحرك كل هذه الطبقات ونرجع على هذه الصورة، نضغط عليها كليك أيمن التفاف النص ومن ثم أمام النص، هذه واحدة من الطرق. راح أتراجع Ctrl Z. الأفضل هو من إدراج صور أختار الصورة بشكل مباشر بدون أن أضغط على أي شيء، راح أذهب إلى تنسيق التفاف النص ومباشر أمام النص راح تكون الصورة بهذه الطريقة جاهزة. راح أخليها بهذا المكان مثلا، ممكن طبعا تكون بهذا الشكل. جيد الآن، الآن من قائمة إدراج مربع نص راح أجي إلى رسم مربع نص، وراح أرسم مربع نص وأكتب مثلا كل من الصفحة الرئيسية، راح أغير الفونت وليكون مثلا هذا الفونت والحجم مثلا 28، راح أختار لون أبيض. إذا لاحظ أن الخلفية لونها أبيض من قائمة تنسيق تعبئة الشكل راح يكون بلا تعبئة، المخطط التفصيلي راح يكون بلا مخطط تفصيلي بهذا الشكل. ممتاز، الآن طبعا ممكن نكبرها، يعني ممكن يصير 36، ممكن نكتب الرقم اللي هو 33. ممتاز، الآن راح أضغط على كنترول من الكيبورد، طبعا أبقى ضاغط على الكنترول وأخليها أنسخها، أخذ من عندها نسخة، وراح أغير
كل عام او كل سنة ممكن اكبر مربع النص بهذا الشكل. طبعا ايضا راح استنسخ، راح اكتب وانت، ايضا راح استنسخ واخليها بهذه المنطقة. ممكن طبعا ازيد المساحة ما بين الياء والباء من خلال شفت وحرف تاء بهذا الشكل. طبعا جيد الآن، طبعا كل سنة وانت طيب. مثل ما نلاحظ اصبح عندنا البوستر بهذه الطريقة، ممتاز. الآن طبعا بشكل مباشر نطبع هذا البوستر على التيشيرت بآلة طابعة التيشيرت، وهنالك تقنيات بطباعة البوستر على التيشيرت، فقط استخدام الورق اللاصق الخاص بطباعة البوستر. طبعا نطبع هذا التصميم بشكل مباشر بالطابعة على الورق الخاص اللاصق، وبعدين طبعا راح نلصق الورق على التيشيرت. ولكن لو حبينا نشوف التصميم شلون راح يكون على التيشيرت بشكل مباشر، اكو عندنا طريقة لعمل قالب تيشيرت بشكل متكامل بحيث نشوف التيشيرت وكأنما مطبوع بشكل حقيقي. طبعا اول خطوة لابد ان نحول هذا التصميم الى صورة، راح اضغط على علامة الويندوز وشيفت وحرف اس سوية، طبعا اضغطهن بشكل مباشر، اضغطهن سوية واخذ تصميم مثلا بهذا الشكل، يعني يفضل انه ما اخرج عن اطار الورقة، وطبعا هذا القياس يكفي. الان راح اذهب الى جوجل وراح اكتب حتى لو بالعربي فريبيك، ممتاز فريبيك. اذهب الى مور بهذه الطريقة طبعا، ومن ثم اذهب الى موك اب جنريتر. جيد الان طبعا انزل الى الاسفل واختار مثلا تي شيرت، او ممكن اختار هذا التيشيرت بشكل مباشر. طبعا اضغط على الفرونت، راح يطلب من عندي تحديد الصورة، راح احدد الصورة اللي تم عمل سكرين شوت لها من خلال اضغط الى على ايمج. طبعا اروح الى البيكتشر، ضروري اذهب الى البيكتشر او الصور، ومن ثم اذهب الى ملف اللي هو سكرين شوت. هذا الملف سكرين شوت هو نفس الملف اللي راح يتم بعمل السكرينات او السكرين شوت اللي تم عمله سابقا. فراح اضغط على هذه الصورة ومن ثم اوبن، انتظر شوية بين ما يتم تحميل الصورة ووضعها على التيشيرت. جيد طبعا مثل ما نلاحظ انه حجم الصورة كلش كبير، راح نصغر الصورة نخليها بهذه المنطقة. طبعا الصورة تحتاج انه تجي الى اليمين حتى تكون بالمنتصف، او لا بأس مكانها كان مضبوط، ممتاز. ممكن شوية تصغر بعد. جيد الآن راح أضغط على done، بعد ما أكمل أضغط على done. مثل ما لاحظ أنه الصورة أصبحت بالتيشيرت وراح تكون طبعا بهذا الشكل بعد الطباعة.